وزي رمضان الماضي رجعت لكم المرة دي رغم اني مشغول ومش فاضي عشان احكي لكم يوماتي حكاياتي وذكرياتي عن عن الايه يا سعاد؟ هتحكي لهم لوحدك يا زنة؟ هو ينفع تحكي برضه من غير رمضان المصري ده؟ محظك ونصيبك. وماله يا سيدي على القهوة، ده الأصحاب بيتقابلوا على القهوة والأوقات الحلوة على القهوة والفن والثقافة والتاريخ على القهوة. ويلا بينا على القهوة يا رمضان. رمضان المصري على القهوة مع الدكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة والفنان الكبير أحمد صيام. رمضان المصري على القهوة إخراج تامر حسني. أهلا رمضان، أهلا ومليون أهلا بالشهر الكريم الجميل الغالي. كلنا بنحب اللحظات يا جماعة، لحظة إعلان نتيجة رؤية هلال رمضان، ومفيش حد في مصر صغير كبير إلا وليه ذكريات رائعة في ليلة الرؤية. شوفوا الشوارع، شوفوا الحارات الشعبية، شوفوا القهاوي والمحلات والمطاعم كلها اتزينت ازاي بالكهارب والفوانيس، وبأعلام مصر ابتهاجا بحلول أجمل أيام السنة، أيام وليالي شهر رمضان المبارك. وزي ما اتعودت معاكم في رمضان كل سنة بجيلكم ومعايا حكايات المحروسة، حكايات المصريين في كل زمان اللي صنعوا تاريخ كل حاجة حلوة في حياتنا. والسنة دي بقى أنا جايلكم ومعايا رمضان المصري. جايلهم مش لوحدك يا أخ عمرو، لازم تقول إنك جايلهم ومعاك المعلم رمضان المصري. وعايزك تتك بقى قوي على حكاية المعلم دي لو سمحت. يعني يوه ايه ده؟ مين انت تاني؟ رمضان رمضان ابن عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا، وشك قطع على الكهرباء، والله ليك وحشة يا راجل. فينك من رمضان اللي فات؟ ايه اللي جابك هنا يا رمضان؟ انت ايه اللي جابك هنا في حي الحسين؟ وأي ريح طيبة دفتك الليلة إلى قاهرة المعز يا أخ العرب؟ ألا تعرف أني المعلم رمضان المصري صاحب هذا المقهى الثقافي الذي تجلس فيه سعادتك دلوقتي تشرب الكركديه السائح؟ ها؟ يا راجل قول كلام غير ده، أنت بتتكلم جد يا رمضان؟ المعلم رمضان المصري لو سمحت، وقلت لك ما تنساش تتك على المعلم دي. في هنا زباين وعمال في القهوة مش عايزهم يقطعوا عليا يعني. ها خد بالك، كان اسمي هنا المعلم رمضان المصري صاحب مقهى الجبرتي الكائن في 9 حارة زقاق المدق، أشهر حارة في الحي كله. عارفها يا رمضان، قصدي يا معلم رمضان. وعارف كمان يا سيدي بين القصرين والسكرية، وحافظ أسامي حواري الحي الجميل اللي بحبه زي ما حبه وعاش فيه وخلده أدبنا الكبير نجيب محفوظ. بس قولي إيه حكايتك وحكاية قهوة الجبرتي، وإيه اللي جابك من حي فيصل لسيدنا الحسين؟ حكاية طويلة يا عمر، حبي للمحروسة هو اللي جابني هنا، ولقيت بالصدفة القهوة الجميلة دي واحد صاحبي عايز يأجرها، لقيتها فرصة، حطيت فيها تحويشة العمر وقررت تبقى قهوة ثقافية يقعد عليها بس الزباين اللي بيحبوا قاهرة المعز زي كده، يحبوها بعظمتها وشوارعها وحواريها وناسها طيبين. يا هايل يا رمضان، برافو عليك. هايل ايه؟ ايه ولا هايل وايه اللي انت وجدتها؟ لقيت فكرة برنامج رمضان السنة دي يا رمضان، قصدي يا معلم رمضان. احنا بقى يا عم هنتكلم عن شوارع مصر التاريخية وعن قهاويها الشهيرة اللي كان بيقعد عليها عظماء الفن والكتاب بتوع أيام زمان. وكل يوم في شهر رمضان نتقابل أنا وإنت على قهوة الجبرتي هنا في زقاق المدق، نفتكر ونحكي ونتكلم. إيه رأيك؟ رأيي؟ ودي فيها رأي معاك طبعا حبيبي، دي حتتي وملعبي. تعال أنت بس هتلاقيني أنا والزباين والزقاق كله مستنينك هنا أهو على قهوة الجبرتي، والمشاريب كلها يا عم على حساب. تمام يا معلم رمضان، اتفقنا واستبينا، وان شاء الله رمضان كريم وجميل عليك وعلى المحروسة كلها. وبكرة نتقابل على قهوة الجبرتي 9 زقاق المدق. رمضان المصري على القهوة مع الدكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة والفنان الكبير أحمد صيام.
رمضان المصري على القهوة، إخراج تامر حسني.